أنا إذا كنت أخوة سم أصمت حق بيناتكم، لذلك 50 ذهب إعلى وخمسين ذهب إلي. 50 ذهب إلي وذهب إلي سيدي، وباقي الذهبات وين بدك تروح فيهم؟ شو بلا فكري؟ إيه؟ باقي الذهبات هدول لحميش حسيان إنه هو يلي شهد على سنة الأمانة؟ الله عليك يا بكري. الله يخليك. مروق مني مبسوط ما؟ سيدي مروق منك كتير بس هيك في شغلة عم تنقص علي يعني. الله يجبرك، بدك تجوزني؟ بدي جوزك. ايه خلاص بجوزك، تكرم عيونك جوزك. وامتى؟ امتى؟ اليوم 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 اليوم. مين 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 يا فكري؟ مين مين يا فكري؟ مين يا عدولي؟ عدولي بنت بشاكر. بنت بشاكر؟ بشاكر هذا اللي موقف عندي بالكركون. ليش تهلا حابسه ولا بشاكر؟ سيدي الله لا يغضبك، روح طالعه. هذا سيدي شو اخذ منه شيء؟ ولك شو تاخذ منه؟ يا اخدام نحن بدنا ناخذ بنته، بدك تاخذ منه؟ وطالعه لك لحظه انا بالاول يلا. معلش يا مو ما بيساي. مو صح يا مو. لك خلصنا امي، طولي بالك، بكره بيطلع بالسلامه ان شاء الله. ما بدي. ايه علينا، خلص فرديها لهالخلقه بقى. بقول لك ما بدي. اتنبحقي. يو مريضه. شو طلع معك ابو عطاء؟ لك انا متاكد اني بصمت على انه ابو نصوح اخذ مصاري بيساعده. لك شلون صار العكس؟ هي ما عم بفهمها. ابن عمي اتذكر منيح، لا تكون ما قريتها للورقة منيح. شنو ما بيجوز انك تشهد زور على الناس؟ والله حرامها. لك ايه والله انا ما دققت منيح، والله حرام ما عم بتقولي، بعرف انه حرام يعني، بس عم بحمد ربي اني ما رحت مع سعده، والا كنت هلا مع ابو شاكر بالكركو. بعيد الشر، معلش تقبرني، طول بالك. قومي الله يرضى عليك يسوي لك كاسة شاي. بلا شاي هلا ابن عمي. هلا عايريهم 3 كاسات بالبريه، كاسه لي وكاسه لك وكاسه لبنتي. قومي ولا تحطي سكر. حول ولا قوة الا بالله، بامرك. في على قامتي انا. 5 زيتونات وشوية زيت وزعتر، الله يرضى عليكي. شو عم بيصير معي انا؟ قوم سعدو قوم. لوين؟ اخلاق سبيل. يا لطيف شفتوا؟ لك شفتوا اني انا صاحب حق؟ لا عمي، هذا ابوك دفع 200 ذهب لابن نصوح لحتى يطلعك. يا لطيف شرف الدهب لشوف. وانا جاكوت شو؟ انت حتضل عنا هون ليش بقى؟ لانك شفت شهادة زور. شرف الدهب لشوف سعدو. يلا يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. استلموا عكير. تفتت لون عم بتتهدهور يا ابتاكي. الله لا يوفق اللي ببالي. ومنو اللي ببالك ابتاكي؟ ابو عطا. ايه اذا ابو عطا ما علي فيه، بس ليه؟ شنو هو ما رضي يجي، ورطني لي. لك يا ابتاكي يا ابتاكي، انا وكم مره فهمتك لا تتهد لا بالعاطلة ولا بالميحة. ليك اتهد علي اتهدت الزور قالتو انك صفتني نازل على بيت المختار ابسعدو. ما قلت لك جوزك رح ينضم؟ ليك عم ضام وهلأ هو مدخول بالسجن لأنه حرامي. يو لك مو حرامي مو حرامي، شهادة زور. والله شو كل أهل الحارة عم بيقولوا إنه سرق 200 ذهبة من أبو نصوح هو وسعده ابن المختار. لك يخرب بيتهم وينقطع لسانه، شلون بيكبروا الطنجرة وبيساووها على قياس حشك. أختي جوزك وطلع على سيد حرامي، خلصنا. لك مو حرامي مو حرامي، لسه بتقلي حرامي شي. لك مو أنا مو أنا، أهل الحارة ماسكين بسيرته هو وسعده ابن المختار. إن شاء الله بيمسكوا من كراعيهم. أم شاكر شيلنا هلأ من سيرة الزلم. إيه هلأ بدنا ننطر طلعة جوزك بالسلامة، مشان الله يفرجها على هذا البيت ويصير فيه فرحة بحياة عمرها ما صارت بهالحارة. الله إيدي على راسك متأكدة من هالحكي؟ إذن الله. وبكرة بتقولي الوردة أم عز وقالت يا رب. قلوا شاكولا أنت ويا الحيط. صحوا لهم، صدعوا لهم، صدعوا لهم. شو
شاكر انا مشاكر لا تواخذني يا والله شوف يعني بوس ايده وقبعي هذا الجهاز اكون هو اللي سوى هيك والله تعطيني ايدك لبوسه شو؟ هات ايدك لبوسه سامحني بس ما هو تسامحني بوسه بوسه يعني؟ ايه خو ان شاء الله تسامحني ان شاء الله يا عمي تسامحني والله يعني ما يعرف شو بدي لك خجلان منك قال لي بدل كبايه منه شو صاير بالدنيا؟ يا معقول اخذ مننا بدل ما ناخذ منه الله لا يوفقه الله لا يشعر خير لك الله ينتقم منه انتقام الشباب يا رب لا وشو طالعته من السجن لك ما استفدنا منه شيء والله رح انفلج يا بي رح انفلج ما عم تركب القصه براسي شلون صار هيك تزوير يا بي تزوير وانا حضرة جنابك اطلعنا كذا ما بنشوف هلا مو وقتك يا عم سعد اخ يا بي اخ والله رح طق معقول هذا فكري الزفت متآمر علينا مو هو اللي متآمر علينا نحن اللي متآمرين معه على حالنا لا ابن عمي هو اللي متآمر معه وقابض منه لك شو عم تحكي يا بنت الحلال فكري يا فندي مباينته شريك انت شو عرفك ابن عمي شو عرفك وقت استلم المخفى رحنا انا وبعطل مبارك له وجايب له خروف كبير ذو القرنين ما رضي يقبله لا ومو هيك رح يتهمنا بالرشوه ويدكنا بالحبس ابن عمي الا الخروف مو محرز شو قصدي يعني عم يستنى يهبر الهبره الكبيره من اهل الحاره يا اخي تصوري لك مشاكر فكر يا فندي اي بزاد نفسه طخ على ايدي وباسا قدام كل العناصر والمحابيس اي الله يجيرنا ونبوس الايد شو في من وراها لك ايش بدك يكون في من وراها يا مشاكر ما بعرف معزه لسه ما خبرتني ليش شو دخلها معزه لا ما في شيء لا تاكلها ايه يلا بسيطه يا بتنذكر وما تنعاد يا رب يا لطيف مين عم يدق الباب هي خير ان شاء الله شو عامل انا هالمره مالك عامل شو يا بشاكي لو كان شو مناسبه الزياره الكريمه صراحه المناسبه اليوم زياره خاصه وشخصيه زياره خاصه وشخصيه يا عمي تعال وسهلا لحظه بس قال له الحريم تغطوا ايه تفضل هدو طريقه حريم تستاهل فكريه تفضل وشي تفضل زيد تفضل شرفك يا فندي لا والله لك ما بصير لا والله ما بقبل على شرفك اليوم ما بقبل شرفي غير شرفي الواجب إلى انت بفوت خلصنا فكري والله بقبل يا جماعه بوشيده عمي يلا بالعكس احنا بوشيده عم قدام الجيران شرفوا انا ما بقبل شرف بناطح راسه والحيطه وانت بدك تفوت طول عمرك صاحب واجب يلا يا عمر شو جاية تعمل عنا الحكومة؟ ما بعرف بس والله العليم جايين يكملوا اعتذارهم أيوة يا ميت أهلين وسهلين شرفتونا بلم هلي يا بشاكير والله خطوة عزيزي تسلام ايه ما قلت لي سيدي شو مناسبة الزيارة العزيزي؟ الحقيقة فكري أفندي مثل ابني نصوح طلب مني طلب مشان أطلبه منك فقلت له تكرم عيونك يا فكري فلذلك نحن جايين لعندك نطلب هذا الطلب وبتمنى ما تردنا خايبين يا بشاكر لا تكرم عيونك وعيونه على راسي تفضل شو والمطلوب الحقيقة نحن طالبين ايد بنتك عدولة لشو لحظة شوي هيك عم شيل حال مو ايدها مال البنت كلها لك هيك مقصور هيك من حقها لك اول مرة طالبين ايد بنتك عدولة لابننا فكري بده يتجوزها فشو قلتوا شلو ما تفكر كتير ابشاكير يا بتوافق يا ما بضطر نفتح لك الملفات تبعتك ملفات شو بنصور؟ ملفات كتيرة أول ملف الحقيقة هذا يا سيدي الفاينة تبعاتك مع أهل الحارة تاني ملف تزوير العملة وثالث ملف مؤامرة على السلطة والحكومة نبعت أبع الله يجيرك لا يستر عبدالله بنصور شين جايب لي التام هاي؟ موجودة ومثبتة وبالأرقام والوقائع فشو قلت؟ يا أرينا الفاتحة يا قدمنا الملفات لا سيد ورينا فاتحة تكلنا على الله بسم الله الرحمن الرحيم
مبروك منا فكري. الله يبارك فيك يا رب. تفضل سيدي. مبروك. تفضل. هاتوا الشاي يا حريم. قول قول عمي قول ساعتين هون. فينا نشوفها؟ شلون شلون؟ ركز فكري، ركز بقى. أويها الفرحة فرحتنا، أويها وما عاد وسعتنا، أويها وعدولة إجا نصيبة، أويها الحكومة كلها صاهرتنا. هاي وافق أبو شاكر. مبسوط فكري؟ مبسوط سيدي مبسوط. فينا نشوفها؟ لك لا شو تشوفها. ليش بقى؟ ما بيجوز يا فكري الله يرضى عليك، لأنه هيك الأعراف والتقاليد بتقول. لا إله إلا الله. لك عم أقول لك يا بنتي برضاي عليك وافي وافي. يا أبي ما بدي، يعني ما بدي، يعني ما بدي. يعني بدك يعني روح فيها؟ والله بيقوصني هذا والله. يا مو عدولي اجاكي نسب ما في من يا مو ما بدي يعني ما بدي يعني ما بدي قلولن. لك شو هالبنت هيدي؟ ولا يهمك ابو شاكر، خلاص اترك الموضوع علي، بس هلا البنت مستحية. اخي يستر عرضك، انا مالي حابب موت هلا، مشان الله احكي مع وعيها. خلص اتكل على الله، روح لعندهم هلا. يلا ماشي. يا على قامتك يا ام عز، وشو قويه وشو صدقت حجاباتك. معناها يا ابو شاكر كتب الكتاب يوم الخميس الجاي. اوف اوف سيدي، ليش هيك ما تبطل قصه؟ ليش الخميس الجاي؟ ليش مو اليوم؟ اليوم اكتب كتابي يعني يلا اخذها على المخفر. شلون يعني تاخذها على المخفر؟ تحبس عليك يعني؟ عم يا ابو شاكر كانه ما عندك علم انت. انا ما عندي بيت، انا ساكن بالمخفر. بلا شو اسمع اسمع ابن مسعود. لا 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 ما بجوز يا ابني يا فكري، ما بجوز. وين بدك تاخذ العروس؟ حطها عندك بالمكتب بالمخفر يعني؟ لا سيدي، فضي النظارة من تحت من المحابيس، من كشلون يعني شو، ومنسعى لنا فرشة ومخدة ونتأهل انا وياها لبين ما الله يفرجها. اوعك فكري انتبه. لا لاحظ ركز معي. هي النظارة ما بجوز، لانه هيدي الحكومة يا ابني. لكان لذلك انا بشوف انه ناجل العرس لحتى نلاقي لك بيت تتركن فيه. فينا نشوفها؟ الله يتمم على خير. ابرك ابرك عم. لي حالك شوي شباب. يلا خاطرك ابو شاكير. سلام سلام خاطرك عم. شرف فكري. لا والله ما بصير، انت سهرنا ما بصير. الله يكبر واجبك محترم. سيدي المختار. اهلين حميش. مشان الله لا تواخذني، بدي اتغلظ عليك بس بدي لك يعني شو كنت عم تعملوا عند ابو شاكير؟ بارك له فكري يا فندي. ان شاء الله الف مبروك خير ان شاء الله. الله يبارك فيك يا رب. صار حارتنا. على مين بلا زغره سيدي المختار؟ خطبنا له عدوله بنت ابو شاكير. ان شاء الله على بالك يا حميش. انت سيدي المختار عم تحكي عن جد؟ شلون؟ ليش انت عندك مشكله؟ لا ابدا ما في. طيب خلاص معناتها بكره تمرن عندي على المخفر مشان طالبينكم تعبوا جايبين ملطم. يا شرف سيدي. شرف شرف كريم بدي شرف انت صار لك. We'll be right back.
ولي طلعوا كتار كتير. المهم يا أهل النخة والمروة كونوا عند الشوارب اللي حاملين على وجوهكم كونوا مثل ما بعرفكم رجال بضايات ما بتناموا على ضيم لكن انتو سندي وعزوتي من بعد الله لكولوا يا رجال يا عدولة لا حول ولا قوة إلا بالله لعيونك يا عدولة بقياش على كيفه ما بطالع لعنده إلا على بيته بحاله وباله قال شو؟ بده يسكن هو وياها بالحبس لك مجنون هذا ولا شو؟ معك حق بس نحنا صاهرنا الحكومة عليك عمل لك عمسة خطبت له ابن عمي يا بنت الناس خطبت له أكل وشي أكل يا سيدي الله يخليك يا سيدي مشاء الله يا سيدي جبز النارة بدي شوف ضناي قبل ما أكبر وموت قلنا له خلاص خلاص يا فكري تكرم عيونك ما في مشكلة وعلى هذا مين هاد؟ سلامة راسك اسلم ويديك يلا يرضى عليك يا عدولة بس لا تقولوا لي هالمرة كمان حموش يا مو شو دخل حموش هلا مين جاب سيرته هذا لك أنا بس بدي أفهم منين كل الأحجار نزلت علينا والله لو في على الأسطوح 100 كشة حمام ما بينزل علينا الأحجار هي مو كشة حمام يا بي مو كشة حمام على بالك إيه على الآن شو كشتي الآن يعني لا ما بعرف بس الله أعلم الله أعلم يا بي انه الله مرايتي اللي بدكم اياه يا بي وشو اللي بدنا اياه يعني يعني خطبتي من فكري افندي شلون وشو دخل خطبتك من فكري افندي بالحجال اللي نزلت علينا يعني السمع متحاجرنا كرمال فكري افندي لا لا يا بي انا قلت يمكن ها يمكن يمكن يا بي لك حاجه يا بي حاجه هلكتيني خلاص اربطيها وتركيها يا عيني لك اخ يا راسي سلامة راسك يا ام شاكر يا ريت راسي بس ولا راسي لك الله لا يوفقه يا مو لك شو حكينا لا حول ولا قوة إلا بالله آخ يا راسي يا بي منيحي لك حاجة قلت لك حاجة بقى حلي عني شيء
وين ابن عمي؟ وين؟ يا نصوح طالع على الحارة، بدي اعرف مين كان عم يحاجرنا. يا ابي لا ممكن خليك تطلع لحالك بهالحارة بهي الظروف الصعبة. اهدى اهدى عقيل اهدى روق، خليك نحمرتك مرتك الله يرضى عليك. صار ابن عمي مو فيها خطر عليك، اجلها لبكره يا ابي. روق يا ابي شبكون، انا بدي افتح تحقيق بالموضوع، ماني راجع لحتى حل المشكلة. ليش ايه عقيل دير لي بالك على البيت الله يرضى عليك. بعيوني يا ابي. زلمه اي والله الله يحميك يا ابي. الله معك، مع السلامه يا عمي. مرت عمي لو تعرفي شو صار، يقبر قلبي يقبر قلبي. نصح شو رجال لما صار يزعل حجاب علينا كان رح يتكسر راسي، انا خفت وتعبت اجى حملني مثل السبع. يقبر قلبي رجال وسيد امك. رضا يا مو لكان انا بعرف شو مخلفه. رجال يقبر قلبي لكان. الله يرضى عليك، شو حنونه انت. تقبر قلبي. يلا يلا فوت سبقني خلص الحق. بس بدي اعرف مين هو اللي عم يزت حجار علينا. وعليكم السلام. والله شريت حط له علبه الكف يا ابو سعد. لك هو طلع بالعجين حجر رسمي. السلام عليكم. عليكم السلام. كمان انت مكشوف. شو عم تعمل انتم وياه؟ انت شو جاي تعمل هون بالصوت؟ انا عم دور فيه هذا اللي كان حاجرني، فجرني راسي انا وعيالي كلهم بالبيت. هو جاي تدور عليه؟ لك وين تدور عليه؟ لا دور عليه جنب بيتكم. بالله دورت بيت ما في حدا. إيه؟ انتوا ليش ماكم مفجوجين مثلي؟ إيه نحن صحيح منا مفجوجين لانه كنا متخبيين تحت الطاوله. انا كنت متخبي تحت الطاوله، ما دخلني ما بعرف اذا كان متخبي ولا مو متخبي، بس انا عيالي مفجوجه ومضروبه. شو جاي تسوي هونك؟ جاي بدي اشوف مين هو اللي عم يضرب حجار علينا. عم ساعده. إيه؟ ايدي فوق راسك والنبي كباسك، شو عم تسوي هو؟ بصراحة جاي اطمن على الست زمرد اذا عم ينزل على حجار ولا ما. اوعك تجيب سيرتها لسانك، عيب تستحي. هاي حربة وحيدة ما بيجوز، عيب. مش انا بتطمن علي حربة وحدانية عشان حالك؟ مو من حقك لا انت ولا هو، عيب تستحوا، انت رجال هو رجال، ما بيجوز تطمنوا عليه. وهي حربة مستورة لوحدها. ما بدنا نعرف منها اذا مضروبة ولا مو مضروبة. لك اخي ما خصك فيها، بعدين انا حرمتي من شوي كانت حدا بتطمن عليها، ما فيها شيء. يلا تسرع شغلك وتسرع. شو جابك بتير هونك؟ يا اخي شو جابني؟ انا كنت عم دور من هدر من حاجر. يمكن هذا هو ذبحته. شو بتطلع مسلمة؟ شوفوا هذا جاري لبصوا. جاري مسلمة. شو مسهرك لهلا؟ شو شايفة رجعتك قريبة ابن عمي؟ طمني. راسك عم يجعك تقبرني؟ لك لا لا إنا لك بلا لك هالطلعة وأجلها لبكرة. ما بعرف شو صاير لها. لمين؟ لك للحارة للحارة. فوتي فوتي نامي روحي. فوتي فوتي. ما بدك تنام أنت ابن عمي؟ لا حيك فوتي. يلا طلعك. بسيطة يا بسعد يا بعطا، لكن أنا انفج ميت فجي وفجي براسي وانتو ما فيكن شيء. معناها انتو اللي عم تحاجروني. بسيطة وخص نص انت يا بسعد متعازة. يلا ابن عمي. لك خلاص جاي قلتلك جاي فهمنا. عم ولي على قلبي عليك يا زمرد. اخ راسي اخ. الله لا يوفقه. لك الله لا يوفقه. كيف ما التفت وكيف ما قام وكيف ما قعد. يلا يا طبيعي المبو يا فوز. يا ثابت. نعم أعطيك كاسة شاي ضبط لي راسي أو نجمة خاطرة. هليون هالفوز. هليون هالفوز. أوكي حلو واحد. خير عم يا مشاكل؟ شو براسك؟ واحد واحد ما يزي بعيد عنك. زدت علينا حجار أنا وبيوت الحارة كلها. الله يكسر يديه محل ما له قاعد. وشو عامل له لهذا المزي لحتى رماك بالحجاره؟ شو عرفني؟ هيك إيه اذا تذكر تذكر. لك شو بدي اتذكر؟ لك شو عامل له؟ لمين؟ لك لهذا المزي اللي رمى عليكم حجاره. ليش انت بتعرفه لهذا المزي؟ يا ريتني اعرفه. عمي ابشاكي الله يشفيك انت وكل اهل الحاره. الله يسلمك للمغفر. إيه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أحمر يا ريان.
احمر من هيك ما في. اصبيع الببو يا فول، الله لا يوفقه يلي ببالي. الحمد لله، معناتها الشغل ظابط. شلون يعني ظابط ام عزو؟ يعني بدك عدوله واجاها عريس. واي عريس؟ اللي نرفع فيه الراس قدام العالم كلياته معناتها ظابط. اي ليش الكذب؟ الحجاب ظابط، بس منقول ان شاء الله تزبط معنا هالجوازه. وليش بقى يا بعدي؟ شنو عدوله مانا موافقه تتجوزه؟ ايش وعلى كيفها؟ مين بده يصح هلا احسن من فكري افندي؟ اسمعوا على هالحكي. انا بعرف والله ماني عرفاني قال ليش قلبه ما انشرح له. ايه هلا بتتجوز وغصب عنها بعدين قلبه بينشرح له. ليش هيك مديتي ايدك مثل الشحاده ام عزو؟ هلا صرت شحاده يا بعدي، بدي تعبتي. تعبت شو؟ الجوازه لسه ما صارت. ايه بدها تصير. بدك تعطيني تعبتي وتحليني فوق منها، واذا ما اعطيتيني بدي احرد، واذا حردتها بجوز تفقس الجوازه لحالها. اصطفلي. لا ايوه شو تفقس؟ تكي وجاي. ايوه لك يا قبر قلبي شو سبع، والله علم على كل الحارة كرمالي. آخ يا أمي دخيلي، كل الأحجار اللي جت براسي مبوزي. انتهى عليك سيدي، يعني أنا كتبت كتابك مبارح على عدولي وخلصت. شو عم تحكي له؟ شو رح علي ما رح علي؟ كتبت كتابي شو المشكلة؟ ليش؟ يعني كتب الكتاب أجلنا الخميس جاي، شو المشكلة؟ لك هو الخميس. يا شو قصدك؟ سيدي من هول الخميس يخلق الله ما لا تعلمون. يعني شو؟ يعني شو بدك تقول؟ سيدي يا هذا اللي اسمه ابو شاكر ما على كلام رباط، بياخذ وبيعطي بعدين بين الساعه والثانيه بغير رايه. والله اذا بيغير رايه ولا بيخوص هيك ولا هيك لدق الفرد براسه ودكه بالحبس. انا عم اقول لك مشان تاخذ حذرك. روح يا ابو شاكر روح. ايه بعيوني. يا باي اوز حالي لأخلص من الوجع. اوز ما راح اوز. بسيطة يا ابن سوية، بسيطة بسيطة. ببارك عندي والله، لخلي ليلك نهار ونهارك ليل. بسيطة بدو معزوك معزوك. قل اعوذ برب الفتح لا تنقذ يا مو هاد حبه. وش بدك؟ شلون اخي ابو عزو؟ يا قبر قلبي ان شاء الله الحمد. زمرد فال الله ولا فالك. الله لا يوفقك. يبعث له قطع لساني. والآية شو بدك؟ مات ابو رسول؟ الله يسمع من تمك من تمك لباب السماء. شو بدك حموش؟ دريت لك انه هاد حين جوازي بالسر. اب حين عندك زمرد ابو نصوح العمى. لك وين كنت انا؟ وين كنت انا لما طبقوا؟ الله لا يوفقه ونروحوا عليه الذهب. من مين بدي اقبضها؟ هات لبلش بام نصوح. يا شمعتي فيك يا ام نصوح. ولي شو رجعوا ضرب حجار علينا يا مو؟ لا يا مو لا تخافي، هي حركشه اكيد حركشه. شو حركشه؟ والله خايفه يصير فينا مثل ما صار فينا امبارح يقوموا يفجونا كمان مره ثانيه. طب خلص يا مو اسمعي لا تخافي، انا رح اطلع شقه على باب سقه وشوف فين عم يرمي علينا الحجار. ايه يا مو بس ديري بالك وعا حدا يشوفك. حطي على راسك يا مو. عدولي عم بقول لك هاتي الحجاب، يعني هاتي الحجاب. شو بدك فيه حموش؟ عدولي هاتي الحجاب احسن ما كسر الباب وفوت اخده بالزورة. خلص خلص تقبرني، اصلا انا ما بدي اياه. خدوه. خاطرك بدك حموش؟ حموش؟ شو بدك؟ وين رايح تقبرني؟ وين رايح؟ ايش بيعرفني؟ تقبر قلبي ان شاء الله. لك حمش وعصبي وغميق
لك ومضيع كمان لك ان شاء الله بتقبر قلبي يا رب. ما بيعرف وين رايح. هاي اللي عم اسمعوها امي بشاكر؟ خير فكرة يا فندي. شو اسمها؟ صحيح مثل ما عم يقولوا عنك انه كلام الليل بيبين عار. مين قال الحكي؟ مين قال الحكي؟ اهل الحارة. لا هذا كلام عدوين فكري يا فندي. يعني انت لساتك عند موقفك؟ عني موقعي. لك شو بنا؟ شو بنا مو جيت مباري انا وياه لأب نصوح لعندك وحكينا بالموضوع تبع هداك؟ مين هذا؟ لك تبع جوازي من عدولي. ليش انا ما قلت لك؟ قلت لي انت؟ لا ما قلت لك. يقول هلا يا سيدنا باختصار عدولي مو حاب يتجوز لنا. ايه يعني ما لك نصيب عنا عمي. أمه ايوه انت عم تسلبوا علي. يعني انا بضحكي بين ايديك وانسلبين اخد من جيتك على فاضي انت وياه. فكري يا فندي لا تزعل عمي لسه الايام قدامك بعدين انت باول اخر عمرك لسه ان شاء الله في 100 واحدة بنت حلال رح ترضى. خلاص 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 حول قد فضل فضل حبيب قلبي انت. هاي زعجنا يا زكوع. لك يا زكوع يا بضيلي عليك وانت انا بدنا لك ما ترضى علي. نعم شحطوا ومتلع قدامي. شوف يلا 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 الرعيب الكفش بعرف طريق حالي. شو أكير؟ أهلي ذكور أفندي. مالك خايف؟ لا يا سيدي ماني خايف. يعني شي وتعودت علي ليش تخاف؟ رح غريب خاف بس مو هلا راجع لك. ارجع تبقى بنت المعلم سعيد. السلام عليكم. السلام. مرحبا عكير. أهلين أبثاكير. لك توثق ولا كل علمي انت وفكري يا فندي مثل الثمن على العسل. شو اللي صار بيناتكم؟ اخف اخف ارجال يا ابثاكير عم تبكي مثل النسوان. يا حيف عليك. يبعد لي حمى ان شاء الله. يبعد لي حمى ان شاء الله تاخذني لحسارتك. لك يا مرت عمي ليش عم تدعي على حالك؟ يعني اللي عمله عمي لاعب ولا حرام؟ أنا مو مشان هيك عم بدعي على حالي، بس أنا عم بدعي على حالي لأنه أخذ وحدة حلوة وأصغر مني. طولي بالك يا مو، كل شي انكسر بتصلح. أنا بس بدي أفهم شلون هيك تجوزها من أول يوم فكت فيه العدة وأنا عيوني عمياني عنه. طولي بالك مرت عمي طولي بالك. يعني صح هي رح تفقعك وتقاهرك بس أنت بتضلي الأصل. إيه بس باعني بالفول. لهلا شلون يعني باعك بالفولك أم نصوح؟ عم لك عصبت لك ياها. شلون؟ بعمل لك مثل ما عملت لعدولة. لك لك ايه شو عملتي لها؟ وصرت لها امرها. ايه ايه شو ايه؟ بعمل لك حجاب مشان ابو نصوح يطلق ضرتك الجديدة وبعدين منا شو راح يصير؟ راح يجي لعند رجليك كوع وركب وبتقولي الوردة قالت. لك انت بزنارك. ادفناك واخلص منك ودرب السد ما رد. روح روح قال عجابك. لك انا ياخد مني عدولة. لك هي عدولتي عدولة قلبي. شنك
قليلة شن 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 قليلة الله يعينه على هالليلة شن قليلة شن قليلة شن قليلة شن قليلة شن قليلة شن قليلة الله يعينه على هالليلة الله يعينه على هالليلة الله يعينه على هالليلة الله يعينه على هالليلة من هالليلة صار له عيلة من هالليلة صار له عيلة من هالليلة صار له عيلة شن قليلة شن قليلة شن قليلة شن قليلة الله يعينه على هالليلة من هالليلة صار له عيلة 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 الله سوح ضيقتي لخلاقيها طلقة ولا خليها عزمته ايه بتضحكي هاي بس قليلي هاي قديش خسكارة 10 ليرات ذهب طقة واحدة ماشي قبلاني رح اجيب لك يا عمي بركتي يلا العمى على وقت العشرين يلا المرة الجاية ها تقبري قلبي ورد الحلوة بتعرفي قديش انا بحبك شو مشاني موضوع حبلي غريبة قريبة باذن واحد احد بس انتي معقولة هيك جاي لعندي بهز ايديكي قومي رد تعملي لي شراب الورد لك على عيني وعلى راسي احلى شراب الورد يلا محزو نعم الله ينتهي بالسلامة يا حق شو مشان ساعده قريبة قريبة باذن واحد احد هلا انتي بس تروحي تضبي لي شوية فواكه حاكم هفي نفسي عليهم يا صبوحة وحدك كل شي راح يصير مثل ما بدك شال عيني طيب عاد حب اصلي ما درسنا مالي حظ عارف حالي مالي حظ انا مؤمن لا مؤمن ايه خايف غلطة اوعى تزعل اوعى تنهي اي بيت بيتمنى ينفتح لحتى تفوت عليه واي بنت بتبوس ايدك حتى تقبل فيها صح يزيد يا الحكي انتبه لاحظ انت غالي علي كتير يا فكري ايه يعني تزبط وترد بلا بتزبط اندهلوا زكور اندهلوا يا زكور لك يا زكور يا بضيع لك انت انا بدلك شو ده روح طالع لي يا مشاكر من الحبس وان طالعوا لكن ليش بقى خلاص طالعوا انت جبتك بس البيت وطالعوا ما في اللي طالعوا شو يعني ما في يعني بصراحة لانه شو لانه Thank you.